ينضم إلينا من القاهرة هاني سليمان المدير التنفيذي في المركز العربي للبحوث والدراسات. أهلا بك أستاذ هاني. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهد. إذن قبرص تصر ولأنه لا تؤجل ولن تؤجل التنقيب عن النفط، في مقابل أيضا التعنت النظام التركي عن التنقيب ومنع قبرص من التنقيب في حقوقها السيادية في حوض المتوسط، إلى أين تتجه الأمور برأيك؟ أعتقد أن التصريح الرئيس القبرصي بيعكس حالة تأكيد للتمسك بالحقوق القبرصية والحق اللي هو يمكن واضح بشكل كبير في استغلال المناطق الاقتصادية والتنقيب عن الغاز في المتوسط، وهو بيؤكد أنه لم يرضخ للضغوط التي تحاول تركيا ممارستها عبر آليات مختلفة، يمكن ومن خلال المحاولة التركية للتشكيك في الحقوق السيادية أو وضع شروط مسبقة من خلال اعتمادها على تلك الأعمال الاستفزازية على حد وصفه. أيضا أعتقد أن تركيا حاولت في الفترة السابقة التأثير والدخول في مفاوضات سرية مع شركة إيني الإيطالية لمحاولة إقصائها عن التنقيب عن الغاز لصالح قبرص، وهي وشركة توتال الفرنسية، لكن كانت تركيا على تواصل مع شركة إيني، ويمكن اللي وضحوا بعض التقارير الخاصة بهذا الأمر. أعتقد أن تركيا تحاول الضغط على قبرص من خلال أكثر من آلية ومن خلال محاولة فرض الأمر الواقع من خلال وجود سفن تركية للتنقيب محاطة بسفن حربية لمحاولة فرض أمر واقع في ظل إقدام قبرص واليونان للشراكة مع الجانب المصري وأيضا مع إسرائيل من خلال مد خطوط غاز ميد إيست في الفترة السابقة. أعتقد أن الضغط يمكن شديد على الجانب التركي من خلال حالة العزلة السياسية المفروضة عليه وحالة التراجع الاقتصادي في الداخل التركي، على وعلى أن يمكن تركيا بتعتمد بشكل كبير على استيراد المواد البترولية والغاز من الخارج، فبالتالي هي تحاول أن توجد موطئ قدم أو الدخول في أي آلية لمحاولة إشراك قبرص للجانب التركي في عمليات التنقيب تلك، أو الدخول في أي مشروع في شرق المتوسط يضمن حصة للغاز أو مرور خطوط الأنابيب الغاز الإسرائيلي عبر الداخل التركي، فبالتالي حالة الارتباك تلك واضحة وبشكل كبير في السياسة. نعم أستاذ هان، يعني كما ذكرت هذه أنه هناك سياسة واضحة وهناك أيضا امتعاد أوروبي أمريكي ضد سياسات النظام التركي في حوض المتوسط، إذا يعني إذا اشتدت التوترات بين البلدين ما الدور الذي ممكن أن تلعبه أوروبا وأمريكا للحد من هذه التوترات؟ يمكن العلاقات التركية الأمريكية مرت بعدة مراحل ولها بعض الثوابت والخطوط الحمراء، لكن أعتقد أن في هذه الفترة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الضغط على الجانب التركي في الداخل السوري في السابق، والآن فيما يتعلق بموضوع الغاز والولايات المتحدة تعطي كل الدعم الدبلوماسي وفي تصريحاتها للجانب القبرصي، على اعتبار أن يمكن تركيا تحاول عمل إرباك للأمور ومحاولة الضغط من خلال خرق القانون الدولي للبحار، على اعتبار أن هذه المناطق هي مناطق اقتصادية خالصة، ويمكن كل المساعي التركية هي مبنية على أسس غير صحيحة فيما يتعلق هي سيطرتها على أجزاء من تقسيم قبرص منذ 1974، لكن هذا ليس صحيح إطلاقا. فيما يتعلق بالجانب الأوروبي أعتقد أن يمكن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في فيدريكا موغريني يمكن في اجتماع وزراء الخارجية 28 في يوليو 2019 كانت قد فرضت عقوبات سياسية ومالية بخصوص تركيا فيما يتعلق بهذا الملف، وأعتقد أن الفرصة مفتوح عليه فرض مزيد من العقوبات ومواجهة هذا المد التركي وهذا الادعاء والممارسات التركية التي لا تحظى بقبول أو شرعية في المحيط الإقليمي الأوروبي. أشكرك جزيل الشكر المدير التنفيذي في المركز العربي للبحوث والدراسات هانو سليمان، كنت معنا مباشرة من القاهرة.